Et donc, on est dans un port, donne accès ou pas à la libre circulation dans l'emploi, etc. Comme vous le savez, ce sont des gens qui ont déjà une information que les murs, ça crée aussi des morts. Là, entre la Turquie et la Grèce, Méditerranée, c'est la culture de l'olivier, de migration albanaise. 60% des. Après la chute du rideau de fer, après 1980, qui parfois sont en crise, produisent des réfugiés ou pas. Des réfugiés pour l'essentiel. Qui n'est plus possible puisque quand on est accepté. Il y a beaucoup de migrations qui sont aujourd'hui sud-sud, comme je le disais. هناك عدة وجهات للهجرة جنوب-جنوب, خاصة بالنسبة للاجئين. من أجل العمل أيضا داخل القارة الإفريقية. هناك أفارقة يهاجرون داخل القارة من مختلف الشرائح. وهناك أيضا عنصر آخر أريد الإشارة إليه. اليوم تعرف إفريقيا تزايدا في نسبة الشباب, وفي الوقت ذاته تنمت شبكات الهجرة منذ مدة طويلة لعدة أسباب, أبرزها ذات الطابع العائلي, خصوصا نحو الجهة الشمالية للبحر المتوسط, ما سيستدعي الإسراع لإيجاد حل لتنقل الأفراد وليس بالضرورة من أجل الاستقرار بالمنطقة. في هذه الهجرة ممكن أن تستعملها بعض الجماعات المفلحة, تستعمل هذا النوع من الهجرة باش تتغلغل في بلدنا, مثلا الفئات للمخدرات, كل هذه الأشياء تمثل خطر على الجزائر. إذن معالجة هذه القضية هي معالجة صعبة وتتطلب حذر كبير, وحفظا في الجزائر فيه سياسيات عديدة أن تحاول أن تحافظ على أمنها, وبالطبع تحافظ أيضا على هذه الفئات تاع البلدان المجاورة وبلدان باش أيضا تأمنها وتحفظها من خطورة هذا الأمن.